اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا وحياكم الله من وين ما كنتوا عم بتتابعونا، اليوم راح احضر معكم وصفه سهله وسريعه التحضير، متبل الكوسه ولكن بترك مختلف عن المعتاد، بدايه عندي 14 حبه من الكوسه مغسلين ومنظفين، انا تخلصت من القمع ومن الاسفل بهالشكل، بدي اقطعهم بشكل شرائح مشان اسهل واسرع عمليه الطبخ عندي، وايضا بالنسبه للتقطيع ما في مشكله ممكن تقطعوهم بشكل اصابع راح انتقل مباشره لمرحله الشوي بصينيه مبطنه ورق زبده او اي طبق عندكم يدخل للفرن راح انزل عندي بمقدار الكوسه وبدي اوزع عليهم مقدار 2 ملعقه كبيره من زيت الزيتون بسم الله واخلطهم بايدي حتى اغلفهم من جميع الجهات بزيت الزيتون بهالمرحلة عندكم طريقتين للطبخ الطريقة الاولى اللي انا راح اعتمدها اليوم هي شوي داخل الفرن الطريقة الثانية والبعض بفضل بانهم يسلقوها بماء غزير ولكن انا بفضل دائما باني احتفظ بالمواد الغذائية الداخل خصائص والعناصر الغذائية بداخل الكوسة من خلال شويها بالفرن راح ادخلهم لفرن محمى مسبقا رف اوسط شواي من الاعلى لمدة 30 دقيقة مع التقليب من الحين للاخر بسم الله انا طلعتهم من الفرن شوفوا معي ما شاء الله اخذوا اللون اللي لازم ياخذوه التريك المختلف لتحضير وصفتنا لليوم هو التدخين شيل شوي من المنتصف في عندي فحمه مشعله رح اضيف عليها مقدار واحد ملعقه كبيره من زيت الزيتون يا سلام هالنكهات لغير شكل واحكم اغلاقها بورق فويل قصدير حتى تتشبع عندي بنكهة التدخين راح اتركها بهالشكل لمدة خمس دقائق حتى تتشبع من النكهة بعد ما تشبعوا عندي من نكهة التدخين زلت فيهم بالبولة وبدي اضربهم بالهاند بلندر في حال حبيتوا تضربوها بالهاند بلندر او توفرت عندكم بصير او في حال برضو ممكن تضربوها بشكل يدوي بسم, بسم الله هيك صار معي جاهز لأضيف الإضافات الأخرى بدي أتبلهم بمقدار نصف كوب من الطحينة أيضا عندي ربع كوب من اللبن الرايب بالإضافة لربع كوب من عصير الليمون عندي فص ثوم مهروس بالاضافه لنصف ملعقه صغيره من الملح وانا بهيك بكتفي بالاضافات البعض بيحب يضيف دبس الرمان او حتى برضه نعنع مفروم ناعم ولكن انا بكتفي بهالقدر من الاضافات بدي اخلطهم مع بعضهم حتى تتوزع عندي النكهات وتتجانس وبهيك متبل الكوسه صار عندي جاهز راح انتقل مباشره لمرحله السكب معكم سكبت المتبل عندي في طبق التقديم بهالشكل وبواسطه ملعقه مطبخ منشان اعطيه تباين بسم الله فقط هي افكار للتقديم وراح امشي بشكل حلزوني للداخل بالنسبه للتزيين دائما بحب انوه بانه اختياري في عندي شرائح من الفجل راح اوزعهم بشكل عشوائي برضو عندي القليل من اوراق النعناع راح اضيفهم بشكل برضو عشوائي اكيد ما بمانع من اضافه القليل من حب الرمان برضو بشكل عشوائي مشان اضيف اللون واكيد المرافق الدائم للمتبل هو زيت الزيتون سمي بسم الله شوفوا معي ما شاء الله هالطبق الوان بتجنن تفتح النفس فوائد ولا اروع من هيك طبق كامل متكامل سمي بسم الله ونجرب طبقنا مع بعضنا شوفوا ما شاء الله هالقوام اللي ولا اروع من هيك طبعا الطعم والريحه ولا اطيب بتمنى هالطبق انه يعجبكم وبالف عافيه عليكم